والسادة وسيدات في حفل الله نهائي لمهرجان عشاق المسرح الوطني برشيد في دورته الرابعة للفنان الراحل المرحوم بوشعيب الرحالي. رحمكم لكل حضور كريم القيام للنشيد الوطني وشكرا. إذن أعزائي الحضور، نحن اليوم نقف هنا على مسرح ختام مهرجان عشاق المسرح الوطني برشيد، ونحن نحمل في قلوبنا مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا النجاح الكبير الذي حققناه معا. لقد كانت أيام المهرجان مليئة بالإبداع والتميز واللحظات التي لن تنسى، حيث تمكن فنانو المسرح من تقديم أعمالهم الرائعة التي أبهرت وأثرت قلوبنا نشكر جميع الفرق المسرحية المشاركة على جهودها وإبداعها الذي جعل هذا المهرجان حدثا فريدا ومتميزا، كما نشكر الجمهور الكريم على دعمه المتواصل وعلى حضوره الذي كان له دور أكبر في نجاح هذا الحدث، ونشكر كذلك مؤطري الورشات التكوينية طيلة أيام المهرجان، كل من الفنان سامي سعد الله، الفنان زكريا حسني، ونشكر مؤطري الندوات والماستر كلاس والمائدة المستديرة، كل من الفنان أحمد بوعروة، الفنان حميد مرشيد، الأستاذ عثمان الدحماني، الفنان سعد الله عبد المجيد، الفنانة جميلة مصلوح والدكتور يونس الشرقي، والفنان والأستاذ إسماعيل الوعرابي. شكرا جزيلا. كل الشكر والاحترام والتقدير لأعضاء لجنة التحكيم الأفاضل الذين واكبوا معنا لحظة بلحظة من فعاليات المهرجان، كل من الفنان الجميل عادل حمدي صفيقة لعفاكم، الفنانة رشيدة سعودي صفيقة لعفاكم، الفنان الكبير بوشعيب عمراني صفيقة لعفاكم، وكذلك الفنانة والمخرجة فاطمة علي بوبكدي صفيقة لعفاكم. لا يمكننا أن ننسى دور الرعاة والداعمين الذين قدموا كل ما يلزم من لوجيستيك لضمان سير المهرجان بسلاسة وتحقيق أهدافه، فشكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في نجاح مهرجان عشاق المسرح الوطني برشيد في دورته الرابعة، دورة الراحل بوشعيب الرحيلي رحمه الله. في الختام نأمل أن تكون هذه الأيام قد أضافت إلى ذكرياتكم لحظات جميلة، وأن تكونوا قد استمتعتم بفعاليات المهرجان كما استمتعنا نحن بتنظيمه. نعدكم بلقاءات قادمة تحمل مزيدا من الفرح والإبداع والفن. شكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء في دورات مقبلة إن شاء الله، مع تحيات وتقدير إدارة مهرجان وعشاق المسرح. مدير الفني طلع لنا الخشبة الذي أيضا إلى مرحبا في حال مدير تقني مهرجان التحقيقات فقطير عفاكم الإدارة كلهم باسمي صلاح الدين الفتاحي طلع لنا وشافكم زكريا بوجهي وشي جمال إبراهيمي أمية محمد بن سلطانة صالح الشناوي يوسف الزهراوي سامي
الشيخ إلى كوكو أفضو ذنب وتلقى جميع ايام المهرجان ودائما تحت الثقه ديالكم. اللي هو فرق التصوير والمونتاج صفقوا علينا خليكم تبارك الله عليكم.
إذن غادي ندوزو الفقرة الموالية مباشرة لم يعف رجلنا المسرحي مسرحا فقط بل شاهد أيضا معرضا تشكيليا فنيا للفنانة التشكيلية الجميلة ملك تاغي تسبقوا عليها الله يخليكم فلتتقدم الخشبة وصفقوا عليها واحد شاهد جيد تسبقوا مزيان إذن لغي سلمها درع الفنان محمد عاقيل يتفضل مشكورا هادشي مخدم شويه ديال الخشونه هادشي في التصفاق كاينه تجاه اكثر من هادشي شكرا دابا التسليم درع للفنانه التشكيليه ملك تاغي تحت السبيكر ديالكم الله يخليكم مباشره هذا مشروع كسب الدراسات الفنيه لعشاق المسرح اذا المشروع استنى خطواتي الاولى قبل سنوات خمسه مباشره هذا ويعود الينا عند افتتاح كل سنه دراسيه يومين في معطر جمعيه عشاق المسرح الابداع والتنميه مجموعه من الاقسام الفنيه التي يدرس فيها المستفيدون اسس الفن وضوابطه من المسرح والموسيقى والقصه. اذا نتقدم اليكم سيداتي وسادتي على اساس معطر الاقسام النظريه والتطبيقيه فليتقدم الفنانون سعد شادني
نجوى يوسف. مصطفى فاتح. إيمان كيلاني. إذن غنى اليوم مباشرة على محمد ضياء الساكت. كذلك آلاء الساكت. إذن غنى اليوم على نجوى شمارخ. هبة صغيرة. إذن اللي غيسلمهم الشواهد هما معطرين اللوروش تحت السفيقات ديالكم. مباشرة جوائز من منصات الشرفيه.